أعقاب عملية عسكرية استمرت قرابة الأربع ساعات انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة حرش السعادة على التقوم الغربية لمخيم ومدينة جنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر مع ساعات الفجر الأولى هذا المنزل المكون من طابقين على وقع الدفع بتعزيزات عسكرية من محوري الجلمة وسالم شمال وغرب المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه قصفا صاروخيا بصواريخ محمولة على الأكتاف بأكثر من 20 صاروخا، بالإضافة إلى إطلاق آلاف الطلقات النارية على هذا المنزل الذي حاصره وبداخله وفق التقديرات 3 من الشبان هم أشقاء من عائلة حشاش. لا يعلم على وجه التحديد مصيرهم، سيما وأن عمليات إخماد النيران لا تزال مستمرة، عمليات بحث الطواقم الطبية الهلال الأحمر والإسعافات الخاصة عن لربما أحد ما بين هذه الركام، لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل حتى هذه اللحظة. ما تم العثور عليه آثار دماء، هذا يضع فرضيات بطبيعة الحال. الفرضية الأولى إما اعتقلوا مصابين أو لربما في أسوأ السيناريوهات قد اعتقلوا شهداء واحتجزت جثامينهم. لا مصدر رسمي حتى هذه اللحظة، والجيش لم يصدر بيانا يتعلق بهذا الأمر حتى هذه اللحظة. طبعا وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن 5 شبان فلسطينيين استشهدوا، 4 منهم استشهدوا في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية على المدخل الغربي لمخيم جنين. وكذلك أيضا هنالك عملية قنص تمت لفلسطيني ونجله على سطح عمارة وبناية سكنية أدى بطبيعة الحال لاستشهاد الوالد، فيما أصيب نجله بجراح حرجة في الرقبة. بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة نتحدث عن 5 شهداء و3 إصابات، ولكن مصير مجهول لا زال فيما يتعلق بمن كانوا داخل هذا المنزل حتى هذه اللحظة. هذه صور ومشاهد من محيط المنزل الذي قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أدت عملية القصف لاشتعال النيران في الطابقين بشكل كامل. تحاول حتى هذه اللحظات فرق الدفاع المدني العمل على إخماد النيران في هذه الأثناء، خشية طبعا انهيار الأسطح. هنالك طبعا المنزل بات معرضا للسقوط نتيجة عملية القصف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقطة. هذه صورة الوضع حقيقة، ومشهد صعب بطبيعة الحال تفرضه العمليات المتتالية والمكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بين مدينتي طول كرم وجنين شمالي الضفة الغربية، إما بزيادة وتيرة عمليات الاقتحام والمداخلة للوحدات الخاصة أو زيادة وتيرة القصف الجوي التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي. خالد بدير، قناة الغد، جنين، فلسطين.